هاي يا حلوين، معاكم النهارده جيلان نصر، وهكلمكم على موضوع شائك وحساس جدا. هنحلق. الطريقه دي اسمها ديرما بلانينج. دي طريقه بنشيل بيها البيتش فاز او الزغب، الشعر الخفيف اللي في بشرتنا، مش بالموس، بيها. دي عباره عن شفره بتكون مقصوصه بالليزر بطريقه معينه، اللي بيها نقدر نشيل اي شعر زياده في وشنا. طيب ليه الطريقة دي ومش الطرق التانية؟ ايه بقى هي الطرق التانية؟ ثلاث حاجات. لإما هنستخدم ثريدنج بالفتلة والمسامات هتبقى مفتوحة والميكروبات هتدخل وحبوب وتهيج فظيع في بشرتنا، او ان احنا هنعمل واكسنج، ودي طريقة ابشع لانه بنشد خدودنا جامد، فده بيؤدي الى ترهل لو فضلنا نعمل كده على اللونج ران، احنا مش عايزين ده يحصل. ثالث طريقة ان احنا نشقر بشرتنا، طبعا نص السوالف بتبقى لونها اصفر والباقي اسود والشعر جنجاه في الشمس، فالشكل بيبقى صعب جدا. والثلاث طرق دول مضرين جدا جدا للبشره. طريقه الديرما بلانينج اللي هي بنشيل بيها الشعر الخفيف اللي في بشرتنا بيفرق قوي في شكل الفاونديشن بتاعنا، بيخليه جلوينج وفلوليس. طيب انا ليه هستخدم الطريقه دي اللي اخترعها اليابانيين من زمان، بس احنا يوتيوبر انستغرامر مؤخرا بداوا يستخدموها. في ناس كتير جدا كانت مع الموضوع ده وناس كتير جدا ضده. طيب انا ليه بشجع عليه؟ اولا انا بجربه بقالي سنه ونص ومش شايفه منه اي مشاكل، بالعكس يمكن الطرق الثانيه كانت بتضرني اكتر بكتير. دي حاجه. تاني حاجه، هو بيشيل اول طبقه جلد ميته من البشره، الطبقه دي حتى بالسكرابينج ما بنقدرش نتخلص منها. لما نحط بعد كده كريمات ترطيب او اي حاجه بنلاحظ انه بتتغلغل داخل البشره، فانتوا هتحبوها جدا لو جربتوها. بس الفكره انه لازم نعمل روتين واضح سليم علشان نقدر نعمل بيها افضل نتائج. في كلام غلط طالع عن الموس الجميل انه بيعمل حاجتين وحشين، اول حاجه انه هو بيطلع شعر اسمك، تاني حاجه انه هو بيزود ظهور الشعر، والنقطتين دول غلط. ليه بقى؟ لانه دي حاجه جينيه، لو انا عندي هنا 10 مسامات بيطلعوا 10 شعرات، استخدامي للموس مش هيخلي عندي 20 مسامه بتطلع 20 شعره. تاني حاجه، انا لما بستخدم الموس بقص الشعره من نصها، فالجزء اللي بيظهر لي على السطح هو مش الجزء الرفيع اللي هو طرفها، بيظهر الجزء السميك، فانا بيتخيل لي ان هو الشعر تقل، بس في الحقيقه لا ده بيحصل ولا ده بيحصل، وده بناء على كلام ناس ودكاتره وتجربه شخصيه كمان. بالنسبه بقى للناس اللي بعد الكلام ده لسه خايفه تستخدمه، هنصحكم نصيحه صغيره، جربوه على جزء صغير من بشرتكم وشوفوا رد فعل جسمكم عليه. مع انه انا جربته لناس كتير جدا ولا مره جالي فيدباك وحش، لانه بجد رائع، هيغير لكم شكل الفاونديشن تماما، وهتكتشفوا انه ازاي ما كنتوش بتستخدموه قبل كده. وعشان نضمن ان الطريقه دي تبقى ناجحه لازم نعمل روتين لينا علشان نقدر ننفذها. اول حاجه هنختار يوم في الشهر نعمل فيه الموضوع ده. تاني حاجه هنتاكد ان بشرتنا جافه ونظيفه، هننضف الجزء ده من وشي كويس وهتاكد انه ناشف تماما. تاني حاجه هجيب شفره جديده نظيفه، وهما افيلبل وموجودين في كل حته وسعرهم مناسب جدا. هنمسكها بشكل مايل كده، هشد الحته اللي انا عايزه اشيل منها البيتش فاز او الزغب اللي في وشي، الشعر الخفيف، لانه دي مش للشعر السميك. بصوا قد ايه فارق. طبعا الحركه دي بتخلي الفاونديشن فيري جلوي. ممكن اوريكم على قطنه. جربوها هتدمنوها. Leave your comments, subscribe على يوتيوب, follow على انستغرام, like and share. Thank you.